السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ما نقصكم خير بإذن الله. رجاء أخوتي إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة، ما تنسوش أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أعجبكم الفيديو بارتاجيو وخليوا لايك وتعليقكم في الموضوع. نبدأ مباشرة في التفاصيل. خبر عاجل أخوتي، ومباشرة من مدينة الرباط، قنبلة ديال زنا المحارم تهز الرأي العام بالمغرب، والضحية ديالتها هي شابة اللي في العمر ديالها 21 سنة، حملات مع الأب ديالها اللي كان كيمارس عليها هي والأخت ديالها اللي في العمر ديالها 19 سنة، هي كذلك كان كيمارس عليهم بحال الأزواج وافتض ليهم البكرة، وحملات منه دابا وحدة فيهم وراها ولدات وليد وغدا تحماق وكتقول كيفاش وقع هاد الشيء، وهاد الولد هذا شنو ذنبه وشنو كيعتبروا دابا المجتمع هاد الولد، واش هو ولدي ولا هو خويا؟ مي كنا صغار وهو كيتقرب منا صافي، وشافته قلت لك ماما وصافي، وحولاتنا من بيت وحده اخرى ولات حاضيه منه وصافي معي حاضيه منه، واخا واخا هكاك والو، فين ما لقى شي فرصه من كبرنا شويه وصافي، فين ما لقى شي فرصه فين ما لقى شي حاجه يشدني ويضغط عليا ويزز عليا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الاب اللي حاشا واش يكون اب، هذا وحش آدمي ما يستاهلش تقال عليه ديك الكلمة ديال تأب. قنبلة زنا المحارم اللي تفجرت بمدينة الرباط، الضحية ديالتها هما جوج ديال الشابات، وحدة في العمر ديالها 19 سنة والثانية في العمر ديالها 21 سنة، باهم تيغتصبهم بالتناوب منين كانوا صغار، كيغتصبهم لسنوات وسنوات وكيهددهم بالقتل أو بالحرق الى مشاو حتى هاد الهضره هادي قالوها للام ديالهم او لا قالوها للناس، يعني هذا خصو يبقى سر مدفون ما بين الاب وجوج ديال بناته، حتى البنات مع بعضياتهم فما كيقولوش هاد المشكل ان الوالد كيغتصبني او لا الوالد شنو كيدير ليا شنو كيدير ليا، حتى وحده فيهم ما كتعاود للاخرى، حتى تفجرات القضيه داخل بيت الاسره منين بدات كتظهر اثار الحمل على الشابه اللي في العمر ديالها 21 سنه، البنت ديال 21 سنه بسبب الاغتصاب المستمر ديال الاب ديالها ليها، فحملات اخوتي ولدات وليد اللي هو ولدها اخوها في نفس الوقت. هاد البنت هادي كتقول على انها ما كانتش عارفه راسها حامله حتى دازت 7 شهور على الحمل، يعني حتى صافي قربت تولد، يعني الكرش ديك الساعه صافي كتبان كتنفخ ما بقى ما يتخبى. هنا كتمشي مع الام ديالها لعند طبيبه اختصاصيه في النساء، كدير لها التلفازه كتقول لها راكي حامله، هنا الام والبنت ديالها كيطلبوا باش انهم يعني دير لهم هاد الطبيبه عمليه الاجهاض، ولكن الطبيبه بطبيعه الحال كترفض نظرا لان الحمل يعني شد بلاصتو والجنين راه كبر، ما يمكنش انه يتعمل لي عمليه الاجهاض، ما يمكنش مستحيل، لان كما كتعرفوا هذا الجنين هو حرام في حرام، يعني من الاب، يعني هو ولدها اخوها في نفس الوقت، يعني حرام، فما بقى بال لي هذيك الساعات الا انها تخليه وتولدو. منين ولدات اخوتي فالام ديالها كتقول لها صافي خصنا نعطيوه، لان هذا الولد هذا ما يمكنش انك تكبريه، ما يمكنش انك تربيه، لانه هذا الولد هذا حرام ديال باك، يعني خوك وولدك خاصو يتعطى، خاصو يتعطى لشي اسره اخرى اللي تربيه. فهاد البنيته مسكينه هادي فعلا هزات الولد وعطاتو لواحد الاسره، ديك الاسره شداتو يومين، هنا البنت يومين وهي كتبكي، يومين وهي بلا ماكله حتى مرضات صافي سخفات، كتقول بانها ما قدراتش تفارق على ولدها، عارفه بان هذيك الكبده راها حرام، راه ما يمكنش انها تحتفظ بها، ولكن ما يمكن ليهاش انها تفرق عليه، ولفاتو هزاتو في كرشه 9 شهور تكرفصات عليه لوحم ولا لوجع الولاده، فما صبراتش على الفراق ديالو وعاودات رداتو اخوتي، رغم كلام الناس رغم نظره المجتمع رغم الاحتقار اللي كيشوف بها اللي كيشوفوها الناس فيه، يعني كلشي كيحتقرها، الناس ما كيعتبروهاش ضحيه ديال باها، الناس ما كيقولوش مسكينه، لا كلشي كيلومها كلشي
رد لها هي المسؤولية، انت اللي بغيتي وانت داكشي بخاطرك وانت حملتي وانت اللي ولتي من باك. يعني المجتمع ديالنا اخوتي ما كيرحمش بصفة نهائية، ما كيشومش بعين الرحمة هاد البنات مساكن اللي هما ضحايا ديال باهم. فكيف يعقل ان بنت غادي ترضى على راسها انها يمارس عليها باها؟ راه لا يعقل، راه شي حاجة اللي مستحيلة. فالبنات كيقولوا بانهم كيقاوموه، عياو ما كيقاوموه، ولكن في الاخير فكيستسلموا للرغبات الحيوانية ديالو، نظرا لان البنية الجسدية ديالو فهو صحيح، يعني صحيح، وهما بنات اللي هما صغارات، فيعني كيشدهم بالزز منهم وكيتكرفص عليهم. وهذا الشيء كما قلتلكم منين كانوا صغارات، حتى تفجرات القضية منين حملات وحدة فيهم. من جهة اخرى منين كيمارس عليهم فكيهددهم، كيقول لهم غادي نقتلكم ولا غادي نحرقكم، اذا هاد السر ما تقولوه لتا شي واحد. فمنين كانوا صغارات اخوتي فهاد البنيات كانوا كينعسوا حدا باهم وامهم. الام اكتشفات ولا حسات بان هاد الاب هذا كيبغي يدوز لبناتو او لا كيبدا يتصرف معاهم شي تصرفات ما هياش. هنا الام غادي تضطر انها تحول الفراش ديال بناتها لبيت اخر ولا غرفه اللي هي معزوله عليهم، ومع ذلك وكانت حاضيه مع الراجل ديالها باش ما يدوزش لبناتو، ولكن مع ذلك فكان كيغفلها يعني في وقت من الاوقات وكيشدهم وكيتكرفص عليهم. يعني منين كبرات البنت ديال 21 سنه فبدات كتعمل فواحد المصنع ديال الخياطه، وهاد البنت بعض المرات فكتضطر انها تبقى حتى لاش من وقتها في الليل في هذا المصنع في العمل ديالها، كتخرج يعني بالليل مع ديك التسعود ولا مع العشره ديال الليل. فهاد الاب المجرم فكيستغل هاد الظرفيه هادي، تصوروا معايا اخوتي منين البنت ديالو كتجي من لوزين في العشره ديال الليل، فكيشدها فواحد الزنقه اللي هي مظلمه وكيتكرفص على بنته في الزنقه. نعم اخوتي، فما كيلقاش الفرصه فين غيتكرفص عليها في الدار، فكيستغل ديك الفرصه ملي كتجي هي من خدمتها بالليل وكيشدها في الزنقه وكيتكرفص عليها. يعني كيستغل هذاك الظلام ولا داك السقيل والناس حتى واحد ما كيدوز. يعني اش غنقول لكم اخوتي، هادشي راه ما يمكنش انه تصدقوا، ما يصدقوش العقل. ما عمرنا ما سمعنا شي هضره بحال هادي، ان اب يدير هاد الشيء في بناته راه لا حول ولا قوه الا بالله. اش خليتي البراني ما يدير؟ اش خليتي الذئاب البشريه اللي في الزناقي ما يديروا؟ هادشي راه كثير وبزاف اخوتي، لا يتقبله العقل. من جهه اخرى البنات كيقولوا ان الاب ديالهم منين كيتكرفص عليهم ومنين كيسالي اش كيقول لهم؟ منين كيسالي كيقول لها سمحي لي يا بنتي، سمحي لي والله يرضي عليك، راه انا صافي ما نبقاش نعاود مره اخرى. كتفاجئ كيدوز غير شهر ولا شهرين ها هو جا ثاني كيتقرب منها وكيحاول انه يتكرفص عليها، رغم انها كتبكي وقد تزوق فيه وتقول لي راه حشومه راه كبار هذا الشيء لا يجوز وكلام وكلام، ومع ذلك والو راسو قاسح يعني كيغلب على بناته وكيشدهم وكيتكرفص عليهم. اليوم القضيه راها في المحكمه، النيابه العامه استمعات لجوج ديال الفتيات، كذلك تم اعتقال هذا الاب، هذا الوحش الادمي تم اعتقاله، وكذلك النيابه العامه امرات باش يدار واحد الدي ان لهذاك الرضيع باش يتعرف واش فعلا هو الابن ديالو ولا ماشي الابن ديالو. الدي ان راه تعملات، خاص غير شويه ديال الوقت باش تخرج النتيجه ديالتها باش نعرفوا واش فعلا هاد البنت هادي واش هي حامله من باها او لا، شكون هو يعني بات هاد الرضيع. حسبي الله ونعم الوكيل. شاد الشيء اللي ولينا كنسمعوا اخوتي، قضايا اللي كتشيب الراس، وهذه من بين القضايا اللي فعلا اخوتي يعني كنستغربوا، ما شي حاجه اللي ما مفهوماش، شي حاجه كاينه شي ان في الموضوع. كيف يعقل ان هذا الاب هذا اللي هو كتشوفوا البنت الحمايه ليها، هو مصدر الثقه ديالها، هو القدوه ديالها، كيف يعقل ان هذا الاب اللي فيه كل شيء هذا الشيء يتحول الى وحش ادمي يتكرفص على بناته لمده سنوات من كانوا صغارات مساكن وهم كيتناوبوا عليهم حتى حملات وحده، وراه اليوم هي ولدات وليد اللي ما عرفات واش تقول ليه خويا ولا تقول ليه ولدي. وكذلك هذا الرضيع نهار يكبر ونهار يولي يعرف ويسمع داك الخبر من عند الناس، من عند الجيران اولا من عند الاصدقاء ديالو، ويقولوا ليه انت راه امك راه هي اختك، اشنو غادي تكون ردة الفعل ديالو؟ كيفاش غادي يتصرف مع هذيك الصدمه
لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء صعيب صعيب بزاف أخوتي. الله ياخذ الحق في هذا الأب، الله ياخذ فيه الحق. إذا أخوتي كان هذا هو موضوع اليوم، خليوا لي التعاليق ديالكم ورأيكم في هذا الموضوع. الله يحفظنا أجمعين. تهلاو لي فراسكم، مع السلامة.